بسم الله ربنا، بسم الله خالق العباد، بسم الله حامي البلاد، بسم الله ندعوه أن يملأ قلوبنا بالحب والوداد، ونصلي ونسلم على شفيعنا يوم الميعاد الذي نطق له الجماد. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، معكم مصطفى عبد الغني في حلقة جميلة بديعة من حلقات اللغة العربية في فرع مهم من فروع اللغة، ألا وهو النحو العربي، وبخاصة مفاتيح الإعراب. مفاتيح الإعراب ده سؤال مهم جدا 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 لأبناء، عايزك تركز فيه قوي قوي، درجته بتبقى من 4 وتوصل أحيانا لست درجات لو ليها سؤال في جيم أو ديل. فأنا عايزك تركز قوي في مفاتيح الإعراب. أولا كده، لو جيت قلت كده قرأت في الأسبوع الماضي كتبا، عايز اعرف كلمة كتبا وانا مش عارف ان هي مفعول به، اعرفها ازاي؟ خبيها واسأل بكلمة ماذا. ماذا قرأت في الاسبوع الماضي؟ الاجابة هتبقى يا اولاد كتبا، تعرفها كده ان هي مفعول به لان وقع عليها الفعل. الحتة التانية، لما اجي اقول لك مثلا كده حضر الى المؤتمر الرؤساء، هسأل نفسي سؤال، مين اللي حضر المؤتمر؟ الرؤساء. يبقى الرؤساء دي كده ايه؟ فاعل. تمام. عندي كمان هنا، لما اجي اقول لك قرأت الكتب الآن، متى قرأت الكتب؟ الإجابة هتكون ايه؟ الآن. طب كده هتطلع الإجابة ايه؟ هتبقى كده ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة. مركز معايا حبيبي؟ مركز، ماشي. طيب الحتة اللي جاية، لما اجي اقول لك كده قرأت الكتب داخل المكتبة، داخل دي هتبقى ايه؟ هتبقى ظرف. وانت حضرتك عرفت ازاي يا مستر؟ خبيتها وسألت بكلمة أين قرأت الكتب؟ الإجابة طلعت لي إيه؟ داخل المكتبة. ما دامت كده داخل المكتبة تعرف كده إن دي ظرف على طول. مثال تاني، تسعى مصر نحو التعمير، عايز أعرف كلمة نحو. نحو دي هتبقى ظرف. عرفت إزاي؟ أين تسعى مصر نحو التعمير؟ والمثال ده مش مكتوب عندك، بس أنا جبت لك عشان أكد لك المعلومة. حتى كمان، لما أجي أقول لك كده حضرت الى المؤتمر، مسرعا، عايز اعرف كلمه مسرعا وانا مش عارف ان هي حال، اعرفها ازاي؟ خبيها واسال بكلمه كيف. كيف حضرت الى المؤتمر مسرعا. مثال تاني، تسعى مصر جاهده، طب انا عايز اعرف كلمه جاهده، خبي لها واسال كيف تسعى مصر. الاجابه هتكون يا اولاد جاهده. طيب انا بحاول اكتر لك من الامثله عشان اثبت لك المعلومه. الحته اللي جايه، طيب قرأت الدروس حرصا على النجاح، طب انا عايز اعرف كلمة حرصا دي يا ترى تتعرب ازاي؟ خبي واسأل بكلمة لماذا. لماذا قرأت الدروس؟ الاجابة هتكون ايه؟ حرصا على النجاح. طب لما اتسألت بلماذا والكلمة النكرة المنصوبة دي جت سبب للكلام اللي قبلها، يبقى اجابتك هتكون ايه؟ حذر فاذر، هتبقى مفعول لاجله. وش؟ طب والمفعول لاجله دي يا ترى مرفوع ولا منصوب؟ هيبقى تبع المنصوبات، مفعول لأجله منصوب بالفتحة. الحتة اللي جاية مهمة جدا 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 وبيعملها مع طلبة وطالبات الثانوية العامة، بتقول ايه؟ الولد الذي يذاكر دروسه بجد واهتمام ويؤدي ما عليه ماله؟ الإجابة هيكون ايه؟ محبوب. طب ما دام اتسألتك انا سؤال يا حبيبي وقلت لك الولد الذي يذاكر دروسه بجد واهتمام ماله؟ محبوب. محبوب دي كده خبر. طب وانا عرفت ازاي؟ حتى ابن مالك الله يرحمه قال لك ايه؟ قال لك كلامنا الخبر الجزء المتم الفائده، يبقى اللي بيتمم فائده الجمله هو ده الايه؟ الخبر. فهنا اللي تمم معنى الجمله يا اولاد كلمه ايه؟ محبوب. وعايزك الله يبارك لك ركز قوي قوي معايا على المفتاح ده. تمام. ننتقل لنقطه تانية جدا جدا بتيجي في الاعرابات، الا وهي اعراب النعت المضاف اليه. ما غالبا ما فيش امتحان الا ولازم يكون جايب لك كلمه في الاعراب نعت مضاف اليه. طبعا النعت ده من التوابع. طيب اول حاجه في المضاف اليه بعرفه ازاي؟ اولا بتبقى جايه من الاخر كده كلمه نكره وبعديها معرفه. طب المعارف كده طبعا كتير، ايه المعارف يا مستر؟ المعارف يا حبيبي اي كلمه فيها الف ولام تبقى معرفه، العلم تبقى معرفه، أسماء الإشارة من المعارف. طب خد لي مثال،
أبناء مصر، أبناء مصر، فين النكر يا محمد يا اللي راكن وسرحان؟ أبناء، يبقى مصر هتبقى هي دي مضافة ليه؟ عشان مصر معرفة. كتاب ياسمين، مصحصحة معايا ياسمين؟ أيوة يا مصر. كتاب دي نكرة وياسمين معرفة، تبقى نكرة ومعرفة تديك إيه؟ مضافة ليه على طول. رجالنا، فين يا مستر النكرة؟ كلمة رجال، طب فين الضمير؟ الناء، تبقى على طول وش، تبقى دي مضاف إليه. الحتة اللي جاية نكرة زي نكرة بتوصف اللي قبليها، توصف اللي قبليها، هتديك إيه؟ هتديك نعت. بس حط 17,000 خط على كلمة توصف اللي قبليها، ولو ما وصفتش لا هتبقى حاجة تانية. محمد، محمد في منزل واسع، منزل دي نكرة، واسع نكرة، واسع بتوصف مين يا ولاد؟ بتوصف المنزل، يبقى على طول كده دي نعت. الحتة اللي جاية خلي بالك بتوقع طلبة كتير، نكرة زي نكرة يا مستر. طب يا استاذ ما انت قلت لنا مضاف ليه، قلت لنا نعت. لا يا حبيبي، نعت بتوصف، لكن نكرة زي نكرة بتحدد نوع اللي قبليها، تديك على طول مضاف اليه. طب ما تجيب لي مثال، سلمت على بائع لبن، بائع دي نكرة ولبن نكرة. طب ونكرة ونكرة بتحدد نوع اللي قبلها، تديك على طول مضاف اليه. طب انا عايز حاجه كده تفرق لي بين النعت والايه والصف، ما دي بتوصف ودي بتحدد حاجه تاني. حط للمضاف اليه الف ولام، سلمت على بائع اللبن، ماشيه كويس؟ اه ماشيه، يبقى دي كده مضاف اليه. لكن ما ينفعش اقول محمد في منزل الواسع، مش باينه، مش حلوه، عشان خاطر كده قلت في الاول بتاع منزل واسع نعت، لكن التانيه مضاف اليه. الحته اللي جايه مهمه قوي، كلمه معرفه وراها كلمه معرفه، ولازم توصف اللي قبلها. مركز يا علي؟ الله مركز يا مستر. طيب هتوصف اللي قبلها تديك نعت. هات لي مثال، الولد المجتهد محبوب، الولد المجتهد ايه؟ محبوب. الولد دي معرفه والمجتهد معرفه، يبقى دي مجتهد دي على طول نعت يا اولاد. الحته اللي جايه بقى، دول الحاجات اللي جايه دي ثوابت اعرابيه عايزك تثبتها. الاسم الواقع بعد الضمير المنفصل، ايه هي الضمائر المنفصله؟ هو وهي وانا ونحن وانت الى اخ، كل ده لما يجي لك ورا اسم من غير ما تفكر يا حبيبي اعربه خبر. طب هات لي مثال، هو ولد المؤدب، فين الضمير؟ هو وولد، هتبقى ايه يا اولاد؟ خبر. هم رجال، فين الضمير؟ هم والخبر رجال، وخبر مرفوع وعلامه الرفع الضم. طب افرض عندي اسم اشاره، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهؤلاء وتلك، مالهم دول؟ طب لو جالي وراء نكره، مركز يا علي اللي ورا مركز، طيب تعلم اعربه ايه؟ هذا دي اسم اشاره وراء نكره تبقى خبر برضو، زي هؤلاء رجال يبقى برضو دي كده ايه؟ خبر. طب افرض يا استاذ ما جاش وراه كلمه نكره، جه وراه كلمه فيها الف ولام، ثبتها عندك، الف ولام بعد اسم الإشارة هتبقى بدل. سلمت على هذا الولد أو هذا الولد محبوب، فين البدل؟ كلمة الولد. تلك البلاد، يبقى البلاد جت بعد تلك وفيها ألف ولام، من غير ما غم، من غير ما تفكر، هتبقى إيه؟ بلد، هتبقى بدل. مركزين يا حبايبي؟ طيب طب افرض اسم الإشارة ده جالي بعد معرفة، يعني عكسنا، سلمت او الولد هذا محبوب، ساعتها اسم الاشاره ايه؟ هيبقى اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع نعت. وركز في الحته دي، بتبقى تركت المتفوقين، عايزك تركز قوي في اللي انا قلته، وبخاصه المعادلات الهامه والمفاتيح اللي قلتهم فين في الاول.